هو يسجل مهاجم بيرامار اول هدف ليه مع منتخب غينيا الاستوائي. اول هدف لهذا اللاعب هو ابن العاصمه مدريد، اللاعب اللي لعب مع ريال مدريد، اللاعب اللي اشاد بي فابيو كابيلو مع الريال، لكن مع الشوستر لم يجد نفسه. اللاعب اللي لعب مع بيرامار، اللاعب اللي دفع بنفيكا 4 ملايين يورو للانضمام لسبوبا، يخطف هدف في اللحظات الاخيره وخط فاتح من جانب مدافعينا. اذا نقبل هدف في توقيت